الباب اجل يا ولد. لا 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 دانيال دانيال كبك. السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ آخر حلقة من سونج أوف هورور اللي اسمها ذير أو هناك، ممكن إشارة للمكان اللي اكتشفوا منه الحل لصندوق الموسيقى. وزي ما أنتم شايفين في الحلقة اللي راحت، الفيلم كله اللي صار ذاك عرفنا من كان وراء اللي هو الشبح ذاك الطويل، أو البنت الصغيرة زي كأنها كانت بتعلمنا أو بتورينا مكان هذا الشيء عشان نقطع الشغل ده كله، أو الأفلام الهندية اللي صارت دي كلها. عموما حبايب قلبي ما بدي أطول عليكم، خلونا نشوف إيش اللي صار. Let's go. What saved Ariadne would not save me. She had grown up with that melody and had developed a mind so distorted that it could withstand the horrors it saw each day. But there was another way out. To break the connection between our reality and that terrible place. To take the song and its nightmares to their place of origin. I was the only person who could do it. The only one who had heard the melody and, so far, lived to tell the story. Time was running out. The mansion was still far away, and my damned car chose that precise moment to go belly up. Everything seemed to conspire against me, but I wasn't about to give up. There wasn't much time left, but I knew I still had a chance. طيب عرف هو كل شيء صار، ودحين هو حاط انه قد ما بيصير اشياء توقف وجهه، هو لازال عنده امل في نفسه انه ايش يبغى، عارف انه هو الشخص الوحيد اللي حيسوي الشيء ده او انه حيبطل الشيء ده، فقاعد يقول انه الوقت بينفذ منه، لازم يسوي هذا كله بسرعة. ويب خلونا نشوف ايش اللي حيسويه. اوكي فاينل ذير. اوكي it's almost over, just find the box and take it to that place. طيب هو دحين يبغى يتوقع انه حيرجع الصندوق للمكان اللي جاء منه من حيث ما اتى. يب Come on, you got this. الله، هو الموضوع بس جري كده شكله، ولا حجينا مخاطر في الطريق، ولا الله يستر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، واضح الحلقة مولعة يا جماعة، واضح مرة مولعة. المعلومية ترى اسلوبه باين عليه في قمة التوتر، لانه قاعد يقول انه She doesn't answer. اوكي هو دحين بده يروح لأريادني، اتوقع نسيت اسمه. ايوه أريادني. يب لان هي الشخص الوحيد اللي تكيف مع الميوزك بوكس، فهو بده يعرف كيف بده يبطله عن طريق ان هو يسال أريادني. طيب خلونا نشوف. يا هذا المنطقه موحشه، هذه كيف ساكنه هنا دي؟ Doesn't make sense. What the fuck? إيش بدأ؟ فجأة كده فصل؟ إيش فيه؟ عندنا بيبان، وكالعادة وزي ما عودناكم اليمين، الله يجعلنا وياكم من أهل اليمين. طبعا هذا اليمين من جهة الباب، هو من يعني أنتم شايفينه يسار، بس هو يمين من جهة. فهمتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخي والله العظيم من الحلقة اللي راحت وأنا أقمط من الأشياء اللي زي كده. أوكي إيش الصدى؟ هذه أريادني. أما عاد كده. طيب يصير نشوف إيش عندها. هاي حلوة. Music box I gave you. I need it. Please tell me where it is. It's box. It's box. It's upstairs. Okay, Jonathan. I promise I'll free both of us from that cursed thing. Oh my. Upstairs, Mr. Nothing. In my room. I should go upstairs. طيب قالت لنا فوق. She wants to help me. I don't need help, but she does. دحين قالت لنا إنه فين مكان هذا الميوزك بوكس، إنه فوق موجود، وفوق إنه Elaine, my sister, always young, always dark. يا ساتر، هذه مرة داخلة في العميق يا جماعة. الآدمية ترى يا أخي أنا بس أضغط الإزرار. المهم الآدمية ترى مرة منتهية، وطلعت هي متكيفة، هي أصلاً داخلة في اللعنة حقت الميوزك بوكس. طب أنا فين دخلت أنا؟ هنا. هلو. داخلة في اللعنة، وبعدين فجأة قالت لنا إنه في الدور الثاني حتلاقوا اللي هو مستر نوير. ما أدري مين ده مستر نوير، لحد أسمي. أوكي الواضح إنه سيدة في سيدة. نطلع فوق. Upstairs. أطلع. اوكي ذا بوكس سموير ان ذس فلور. اوكي هنا حنسوي سيرش في باب هنا. بسم الله دين ات واز. بسم الله اهم شيء مع كل فتحه باب قاعد اسمي بالله عليه، لانه انا عارف انه في لحظه بوم يا ابويا كل البيبان مقفله، تسوق هم انتوا. ما اقدر افكه. هذا هنا.
اوكي 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 لقينا الباب اوكي لا يمين اه اوكي لا هنا اليمين ايش هذا هنا في شيء نضغطه اريادني اند ايلينز او ايلينز ماذر اوكي هذه ام البنتين ناتالي اوف هاوس اي ثينك ريمبر اوكي عموما بسم الله البيت كله معلق صورهم يا ساتر هذول تقربعوا تشحططوا ايش هذا a little girl's personal note the name ايلين 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 اتوقع بس ايش كمل في الاخير ايش appears several several time والله ما ادري ما قريت الكلمه الاخيره والله تحسوني اني مستعجل صح ما ادري ليه متحمس ترى بسم الله اوكي ايش هذا البيبا الله ليش الجدار ده مفقع اوكي هذا الباب اي سي ات نيكست ذا ميرور بسم الله نفتش الغرفه ما بشيء السلام عليكم قدامك مرايا ابله لا تجيب العيد اوكي حيسوي الحركه حق التاب نسيت اسمه نسيت اسمه انتقل اوكي انتقل هولي فاك طيب الباب اوكي الباب دي قالت is this place مو انت اللي تبغاه اللي بدح ما يقول اح ايش هذا يا ماما لا 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 ما راح يا حبيبي ما راح انكنك لك ما في نك يا ابويا ارجع ريوس نك دا اي والله شوف اوف ايزك فاربر شد اي نك اوكي البيبان للشخصيات اللي ماتت اتوقع كذا اشوف ما في بيبان هنا ما في بيبان هنا في باب هنا ثاني صف كمان ما في ايش هذا اوكي المصعد anything else ما في شيء ثاني اوه اوكي يا عيال في هنا باب كمان حق مين والله ارقص لجرانت اللي هو اول واحد اخي قطع ام الحيره مليون باب فيه يا عمي بسم الله ادعس سوي اي شيء خلاص اتمنى الشخصيه ما تروح اتمنى 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 اوكي يا عسل ممكن جاك شعور تبي تعرف عن شخصية أرغوس لوغرونت بسبب ردة فعلي واستغراب إنه هو عايش إلى الآن قصته تركت لك إياه في المقطع اللي فوق رابط المقطع اللي حيطلع الحين في حال إنك تبي تعرفه بشكل مبسط أسمع الملاحظة الصوتية هذه الأخير شخصية أرغوس لوغرونت هي شخصية ماتت بظروف غامضة قالوا في الجريدة وفي معلوماته وفي بياناته إنها ماتت بظروف غامضة ما حد عارف شيء عن الظروف هو وأهله كلهم ماتوا مين اللي باقي عايش بعد ما شيكوا على الظروف هذه الغامضة لقوا إنه بعدها بيوم بنته عاشت كيف عاشت لا حد يسأل مين هي البنت هذه اللي هي شخصية أريادني اللي شفتوها اللي في البيت جالسة لحالها في هذه الحلقة يعني إيه بالضبط إيه يا عيني عليك بالضبط هذه شخصية أريادني هي هذه بنته ليش قلت بنته لأنه ما قالوا إيش لقبها بالضبط فعموما زي ما أنتم شايفين الفيلا كيف معدومة اللي هي جالسة فيها وهذه قصته بشكل جدا مبسط عاد أترككم على المقطع إنجوي أوه إحنا في الكابوس حق أرقص ده ما أدري إيش اسمه أمه أيوه أرقص يا ده اسمه غبي أرقص أرقص تك 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 أنزل يلا سرينا بسم الله يا اللي قاهرني في اللعبة دي ايوه ايش الظلام ده بسم الله الرحمن الرحيم نحن ناقصين يا عيال اوكي في شيء مياو مياو مين قاعد يعطس ما ادري قاعد يكح في صوت بزر قاعد يبكي من اول قاعد يبكي قاعدين نقرب اوكي 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 مياو في بزر اوكي ما تبكي ما تبكي يا شيخ انا هون انا هون ما تبكي ما تبكي الله يخليك ما تبكي ولد Ariadne, hold on. Dad is going to save you. يا عمري يا ابوي انا كلب صدى ابو ريادني. طيب يا خوي بعد كده الى متى؟ اجري اركض. ها؟ Oh no. يا خوي. Need to open this door. I have to. I will be stuck. اوبا نفتح الباب ده. يا عيال اللي فهمت انه هذول كلهم محبوسين ولازم نطلعهم او ماي جاد هذاك فجاه يا عيال يعني كتب صوته ما عاد طلع له اي حس ودكتور بريست جارد اللي هي اللي عرفتوه اللي كانت بتساعد ريادني انها تطلع من الشيء ده و... ايون نايتمير اوكي 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 نفس الحكايه اتوقع نرجع بسم الله الرحمن الرحيم اوكي هذه ريادني هنا اوف هذا يعني لغز احنا لا والله بسم الله الرحمن الرحيم هذا جلتش ده ولا هو من نفس اللعبه
recently dreamed about an eclipsed sun. اوكي اوكي انا ما ادري ليش بوم متوترت. A solar eclipse towering over a great expanse. Have you seen anything like that in your dreams? No. Have you recently dreamed about an eclipsed sun? يهم اقوله كلهم نو no. في هنا شيء ما في شيء هنا شيء ما في شيء امشي ايش هذا بسم الله this machine will be play the melody in the cell that I pick I need choose okay I need choose careful اوف بسم الله information ايش خلنا نشوف ايش ضغطنا description six subject will be made to listen to Ariadne music box Ariadne has said the patient in the next cell اللي بعده always lies about his dreams okay اللي هو مين خمسة هذا اتوقع انه ده حيكون رقم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله بس ما نجيب العيد يا رب طبعا كيف اعرف والله يا جماعة ما فهمت غير النص الاول والنص الثاني والنص الثالث النص الرابع ماني فاهم ايش المقصود منه بس اللي قاعدين يقولوه انه أريادني هي المريض المتحكم فيه وشغلوا في كل زنزانة واحد منهم الموسيقى في منهم كذبوا في منهم ما كذبوا أريادني هي الزنزانة الأولى هي الزنزانة الأولى تمام وقالت إنه الزنزانة اللي بعده أنا مشيت على كلامه لأنه صراحة النص هذا أنا ما فهمت منه شيء هذا كأنه قصة بس اللي قاعدين يقولوا فقالت إنه اللي جنبي دائما يكذب في أحلامه أنا بحطه على هذا إنه هي واحد اثنين أو next room اللي هو واحد اللي على اليسار توقع صح اللي جنبه كان ثلاثة إذا ما خاب ظني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم لا العيد جبت العيد يا اخي طيب بعد كده يا اخي بشغل حقه رياضني بسم الله الرحمن الرحيم ايوه ايش ايوه حلينا اوكي حلينا صح تمام اوكي يا عيني اتمنى انه حليناها والله ما ادري والله ماني داري لو اف كود جست دو ذا سيم وذ ذا اوكي حليته نايس يلا اللي بعده انجلطوا معايا شايفين ذا مين احا عرفتوا هذا مين تذكروا الحلقه الثانيه في اللعبه مو الحلقه اللي انا نزلها لا في اللعبه الحلقه الثانيه اللي هي حقت سباستيان بي هاشر اللي هو صاحب ال المحل يب صاحب المحل طيب بسم الله يب اوكي يب كابوس باس شنبي هاشر اوكي طيب بسم الله الرحمن الرحيم ندعس ايش حيكون لغزو بسم الله وات ايش هذا كله فين اروح انا كده هنا ول ايش ده بسم الله الرحمن الرحيم ماي ذا هيستوري اوف ماي فاميلي اوف everyone هو ستيد ان ذا هاوس اوه هو صاحب البيت هو نفسه صاحب المحل هو باس شنبي هاشر قصة كل شخص عانى في بيته أو جلس في ما شاء هولي فا هذه ايش دي كيف اسوي ذا بايبل وات ديد شي تيك ايش الكحول سوسايد لا هذه اتوقع هذه ماشا البنت الصغيره اذا ما خاب ظني بنته نشوف بسم الله الرحمن الرحيم نايس اوكي اتوقع انه صح ريفوج هير اولد فايف اوكي نايس Usher or Julia Pondo. أجار ماني عارف المصطلح ده ماني عارفه أجار What did she do إيش هذا Call mom ما لا إيش هذا اللي بعده Walk away إحنا لقيناها ميتة أو لقيناها محبوسة
طبعا يا جماعة الخير اللي ما هو فاهم ايش اللي انا اقصده يرجع للحلقات اللي فاتت، الحلقة الثانية تحديدا، الحلقة الثانية والثالثة والله ناسي، الحلقة الثانية اذا ما خاب ظني فيها البنت اللي شفناها، البنت الصغيرة، وانا انفجعت منها وطلعت هذه البنت بنته، فاعتقد هي كانت ميتة، فاتوقع انه ووك انتو اللي هو دخلت على الباب نفسه. اشوف يا عيني اتوقع انه صح. One thing left of Ingrid was her heart went and disappeared. Okay. Usher wrote, Catherine and to the bedroom when suddenly the door began to open. Then Catherine took them. Oh, Magritte, الكلام Magritte. What did she take? Catherine and Saul were البقعة البيضة مغطية in the bedroom where برضو البقعة البيضة مغطية the door began to open. الله ما أدري، خلنا نشوف. Scissors؟ لا ما أظنها. لا استنى يا زفت، إيش هذا؟ Baseball bat. Oh my god إيش هذا؟ Saul، جيب Saul. أتوقع إنه Saul. Catherine and Saul where bedroom where Saul door began to open. What did she شي تيك؟ ايش اللي اخذته؟ معقول السول الدميه؟ اتوقع ان والله ما ادري سول مين. سول هو صح انا قلتها؟ نشوف سول الاخو او الولد الصغير. سول اي صح. كاثرين توك ليتل سول اند اي شي كودنت كونفيرم. اوكي 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 صح 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 تمام ماشين تمام. بس ما قريت ايش سوت سول انت اسكيب هاج ايتش اذر. اتوقع انه هذه، خلينا نشوف. ما هربت، ما اتوقع انها. وات ديد ذي دو؟ اوكي يب. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. يا رب صح اللي سويته، يا رب صح. وني جاي. ها تمام. نايس انطفت اللمبه الثانيه. نايس. يلا نوجه الواحد من البيبان. يلا انذر دور. هذا باقي لنا الباب ده. اتوقع ده الباب وفي واحد ثاني كمان قدامه. فاربر ممات يا جماعة؟ معقولة نقدر فاربر نقدر له؟ ما في حد تاني؟ لا والله ما في، بس هو آيزك. أوكي بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي اللي بعد بسم الله. إيش حيكون لغزه؟ أتمنى يكون سهل، ما لي خلق. فاك هو الموضوع كده من البداية. يا ساتر إيش ده يا جماعة؟ أوه ماي جاد، كله مشانق عشان هو شنق نفسه. I have to escape this nightmare. I have to get us all out of this madness whatever cost. Okay. طيب ما علينا، بس أنت أهم شيء أبوي لغزك لا يكون مقرف. طب ما في شيء أقرأ؟ ما في تعليمات أقرأها؟ شت أنا سويت شت. والله يا جماعة قاعد لي يعني فترة ماني قادر افهم، بس اللي لاحظته واتمنى انه هو اللي يعني اللي جاء في بالي، شايفين في كده جثث معلقه وفي هذه المقابض يعني، فما ادري اذا هو انه الاماكن اللي فيها الجثث دي المعلقه والمشنوقه نسحب هذه الاماكن يعني نحفظ المكان، شايفين نحفظ المكان ونروح نسحب المقبض. فماني داري اذا هذا الشيء صح ولا لا، ودحين خلينا نجربه. هنا في مكان الصوره. طب نبدأ بدين خلنا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر مرة ثانية. اوكي جنب الثانية في شفت كده هنا، هذي واحد اثنين هنا شوف هذي امسكه هذا شوف. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اسحب اوكي كده اوكي بسم الله. ايش هذا؟ اوكي طيب بسم الله. لا ترى مرة قامل اللعنة. هذا واحد بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي الثاني قدامنا هذا تعالين. ايوه اسحب نايس كده. باقي لنا اخر واحد الكاميرا. اوكي وهم هي الباينه الاصعب لانه فيها اثنين. موقعهم حيوان. اصبر ماني شايف. اوكي الكاميرا على فوق يا معفني. اجين في مشنقه بينهم. ليت مي سي هذا كده. اوكي وده خلاص كده. طيب ايش اسوي انا؟ معقول لا الواحد معقول هذا اسحب دي اسحب. بسم الله الرحمن الرحيم شوف صح.
أوكي إيش سوينا؟ قل لي يس أشوف عمري يا شيخ. وللأسف أعتقد كده حررنا ثلاثة وراح علينا أول واحد. هو أصلا مجبورين نحرر ثلاثة مجبورين. أتوقع إيوة أمشي. أوكي خويكم قامت this place to there. أم المكان الأسطوري يا جماعة المكان رهيب. The box. I need to leave the box and get out of there. Okay, هو جوة البوكس. هيشغله. See you never. See you never. يا ساتر. الباب. أجل يا ولد. لا 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 دانيال دانيال كبك دانيال ورب بحق تموت رجال ورب رجال. At last I did it. Fucking did it. والله سويتها يا بطل والله سويتها. خلاص are we done. ايش هذا الباب مفتوح. I can't. اوكي خلينا نمشي نخرج. الدنيا ظلمت يا جماعه ولا انا يتهيالي ولا ايش هذا. خلاص اخذ راحتي ونلعب ولا في برضه قمطات. الو 3-2 نبي نشوف هذه ايش صار عليها. اريادني I hope you okay. اريادني اوكي. Everything will be okay. أحس هذه النومة خلاص. أشوف. I must have fallen asleep. What time is it? أوه. It's getting late. Do you mind if I turn on the light? أيوة. It doesn't like the light. No. But it likes. But it likes the sun. لا تمزح. وش is done and my pride. وربي تمزح. اعتقد هذا الكريديتس اللي هو ختمنا اللعبه كده. اوكي. Hello Daniel, is that you? Etienne, help me please. يقطع ام القهر. فهمت يا عيال. يا عيال هو حررهم وهو للحبس. يقطع ام الغبنة. يا ربي اقسم بالله قهر. يا الله انا زعلت عليه. وربي انا اللي زعلت. يا جماعة الخير أحس الغبنة لازالت ماسكة فيها وأنا اللي بس مغبون واللي أنتوا كمان معايا. الغبنة مشتركة يعني. عموما حبايب قلبي كده يكون وصلنا نهاية اللعبة الجميلة سونج أوف هورر. للأمانة اللعبة يا جماعة مرة استمتعت فيها وأتمنى أنكم أنتوا كمان استمتعتوا فيها. عموما حبايب قلبي لا تنسوا تدعموني بلايك سبسكرايب شير. وإذا ما عجبكم المقطع سووا عكس اللي أنا قلته تماما. في حال عندكم ألعاب رعب جديدة وتبغوا شاركوني فيها وتبوني ألعبها اكتبوا لي في التعليقات وشاركوني براءكم في لعبة سونج أوف هورر. بس حبايب قلبي كان معاكم حامد من قناة لوغاريوس. السلام عليكم.